المهم جاء الرجال للبيت وفازوا جانت اموره وراح قال ابو سيف ابدا لك لازم انت لي ما انت ترى انا قلت والله واخ راح وين حياتي فتره جاء عندي زوج تخيلت الواحد ما وده يبدي لازم على رجل يقضي اللازم وانا والله ما بلا سالف يا شباب كتبنا ابيات ويستاهل ما ابي استعيد الحق يا ناجي بدالي لازم اقول عرب واجد ولا كل من يطلي علي يقضي اللازم ذكرت اصدقائي اللي تمدح ولا تاجد ومن غيرهم ومن غير اراده ضقت وعض بالباهم وعبد الغني يفرق على صاحبه ماجد او كبير البخت في لازم الطيب يساهم وبيتي ثلاث اعوام من شغلته هاجد هذا ما معي واصبحت ما حصل واهم الله الله وابي منك فزعه وانت للطيب متواجد سلف والسلف كان هالعطا يقضي اللازم واحد من عربان يقول السلف في حاجته مثل عطا والعطا في حاجته سعد الرفيق ابي منك فزعه وانت للطيب متواجد سلف والسلف كان هالعطا يقضي اللازم وذكرتك بعد عضيت بالسم والناقد وزهمتك بصوت عاليا واسمع الزاهم يذف الرجال اللي محاصيلها واجد هل الحد الاقصر فالمواجيب تلقاها متعن الخيول وتنفع الحلف وتناجد ولما زبرهم خايف ما تعداها. ماجد وانا ارسلها رساله بس ونعم الله يرحمك.